معانا سالة حامد. هيكون معانا سالة حامد او معانا دلوقتي سالة حامد في طبعا استقبال فريق تنس الطاوله في النادي الاهلي في المطار. اتفضلي يا سالة. اتفضلي يا سالة، معاها كابتن شومان. اتفضلي يا سالة. مساء الخير، طبعا برحب بك يا كابتن هيثم، واكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني طبعا يا كابتن هيثم في البدايه ابارك لحضرتك وابارك لكل جمهور النادي الاهلي بعد فوز سيدات تنس الطاوله طبعا بالنادي الاهلي بالبطوله العربيه للانديه اللي كانت مقامه في الاردن. وحاليا احنا متواجدين داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر مع بعثه النادي الاهلي، يعني بعد يعني وصولهم للقاهره حاليا احنا متواجدين داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وطبعا بنحتفل معاهم بالبطوله العربيه للانديه. ويمكن في هذه اللحظات يعني طبعا معايا يعني لقاء مع المدرب العام لفريق تنس طاوله السيدات طبعا كابتن عادل الشومان. في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني طبعا في البدايه ابارك لحضرتك فوزكم وتتويجكم بلقب بطوله العربيه للانديه. الله يبارك فيكي، والف شكر والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي واعضاء والكابتن الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. كابتن عادل، طبعا في البدايه خلينا نتكلم مع حضرتك من البدايه خالص بقى، بدايتكم طبعا واستعداداتكم للبطوله العربيه للانديه اللي كانت مقامه في الاردن، كلمني استعداداتكم ازاي للبطوله، وطبعا كلمني بالتفاصيل بشكل عام عن البطوله العربيه. احنا استعدينا للبطوله من بدايه الموسم، يمكن من اول شهر 7 اتمرنا، كنا بنتمرن على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، وكمان كنا بنلعب ماتشات كتير. جهزنا الفريق بحيث ان هو يكون مستعد ان هو ينافس على البطوله، والحمد لله الفريق قدر انه يفوز بالبطوله الحمد لله. طبعا كابتن البطوله يمكن كانت صعبه شويه على لاعبات النادي الاهلي، كلمني طبعا عن اصعب لحظه واصعب يعني مباراه لسيدات التنس طاوله طوال طبعا البطوله. والله هي البطوله احنا المشكله ان احنا كنا قلقانين، يعني مش قلقانين، يعني كنا عاملين حساب يا ترى الزمالك هيطلع، يا ترى جزيره الورد هيطلع، لان في فرق كتير قوي جايبين محترفين. البحرين جايبين محترفه، القطر جايبه محترفه، العراق جايبه محترفه، فرقتين من الجزائر كانوا جايبين محترفين، بس للظروف اللي كان اللي حصلت في الجزائر ما عرفوش ان هم يجوا. البطوله كانت صعبه شويه. الحمد لله لعيبه النادي الاهلي قدروا يحسموا المباريات كلها تقريبا 3-0 باستثناء مباراه واحده بس كسبناها 3-1، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا البطوله كلها 3-0 الحمد لله. كابتن خليني بقى اروح معاك طبعا للمباراه النهائيه، يمكن المباراه النهائيه كانت غير اي مباراه، يمكن النادي الاهلي طبعا كان متاخر شويه في النتيجه، والحمد لله قدرنا ان احنا نرجع مره اخرى عشان نتفوق ونتقدم على غاز الجنوب العراقي. احنا لعبنا يمكن التاخر كان مع هنا جوده بس، يعني احنا كنا زي 2-0 وكانت هنا جوده نازله بتلعب المباراه الاولانيه، كانت متاخره 10-5 وقدرت انها تعمل رومنتادا وتكسب 12-10، جابت 7 نقاط متتاليه، وبعد كده الحمد لله كسبت 3-0 الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله. طبعا باستثناء المباراه دي يمكن شفنا تالق كبير جدا من كل لاعبات النادي الاهلي. كان في لقاء بين نادين الدولات اللي هي تعتبر كابتن الفريق مع المحترفه الايرانيه، كان ماتش جامد قوي، يمكن نادين قابلتها قبل كده في لقاءات ثانيه، والحمد لله نادين كانت 2-0 ليها وخسرت جيم بقى 2-1 وقدرت تكسب الجيم الرابع بفرق كبير الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله. طبعا يا كابتن يعني سر التألق ده يمكن نقول بقى طبعا يعني الدعم الكبير اللي تلقاه طبعا فريق السيدات وكمان الرجال من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن طبعا محمود الخطيب، ويمكن امبارح كان كابتن محمود الخطيب يعني طبعا هناكم بعد الفوز بالبطولة، ويمكن كمان مش بنشوف بس الدعم من مجلس إدارة النادي الأهلي، كمان من النشاط الرياضي من كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. والله بص على حضرتك، يعني احنا كنا راكبين الباص بعد ما لعبنا المباراه النهائيه وكسبناها، ولقينا الكابتن محمود الخطيب بيكلم الكابتن رؤوف بيبارك له لينا، ما كناش مصدقين، وشويه راح طلب ان هو يكلم نادين الدولات اللي هي كابتن الفريق وبارك لها ووصل تهنئته للفرقه، فكنا مبسوطين جدا جدا. بصراحه احنا بنشكر مجلس الاداره على دعمه لينا وموفر لنا كل حاجه، وكذلك الكابتن رؤوف برضو اي حاجه بنطلبها كنا بنلاقيها، وده يعني يمكن سر تفوق النادي ان الاداره بتاعتنا الحمد لله الحمد لله بتوفر لنا كل حاجه واقفه معانا لاخر لحظه الحمد لله. طبعا يا كابتن الفوز بالبطوله فرحه، وان شاء الله يعني اكيد دلوقتي لاعبات النادي الاهلي هيقفلوا بقى صفحه يعني بطوله العربيه وهيركزوا فيما هو قادم ان شاء الله، يعني تحب طبعا تقول ايه في النهايه وطموحكم الفتره المقبله ان شاء الله مع النادي الاهلي؟ والله انا كنت ناوي ادي للفريق
يومين ثلاثة أجازة، لقيت بعض اللعيبة بتطلب مني إن هم عايزين ينزلوا يوم الثلاث، لا إحنا كابتن عايزين ناخد أجازة يوم الاثنين وننزل يوم الثلاث، فطبعا دي حاجة أسعدتني جدا، وإن شاء الله هنبتدي يوم الثلاث إن شاء الله علشان نستعد للدوري إن شاء الله، ونوعد يعني مجلس الإدارة والنشاط الرياضي والجمهور النادي الأهلي إن الدوري هيبقى أهلاوي إن شاء الله. ميرسي جدا طبعا يا كابتن، ومبارك لك مرة ثانية على البطولة العربية للأندية، ميرسي جدا. ربنا يخليك، شكرا، شكرا جزيلا. طبعا يا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الكابتن عادل الشومان المدرب العام لفريق التنس الطاوله سيدات بالنادي الاهلي، وطبعا اللي كلمنا عن يعني سر تالق لاعبات النادي الاهلي في البطوله، وطبعا استعداداتهم للبطوله استعدادات قويه جدا، والفتره المقبله ان شاء الله يعني طموحهم اكيد ان هم يفوزوا بلقب دوري العام للتنس الطاوله. اكيد مستمرين معاك يا كابتن هيثم، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك.